في إطار الاحتفال باليوم العالمي للشلل الدماغي اللي هو يكون في شهر أكتوبر في كل عام. واليوم ثلاثيام جورني دو باراليزي سيريبرال، اخترنا اليوم التيم هو لاباغياج دو لونفون افيك باراليزي سيريبرال. الموضوع هذا ياسر ياسر مهم بالنسبة للصغيرات اللي عندهم شلل دماغي، بالنسبة للأولياء الأطفال، وبالنسبة للأخصائيين اللي تلاهوا بالصغيرات اللي عندهم شلل دماغي. هو هذا التيم كان من اختيار الأولياء والأخصائيين اللي يتلهوا بالصغيرات، لخاطر نلقاو برشا صعوبات في الدومين هذايا، كسوا كما حكينا اليوم الصباح سو البلان ميديكال. احنا كطب فريمون باش تعرف وقتاش تقرر انك الصغير تعطيه آلة طبية انه يستعملها ويزم يستعملها كل يوم، حاجة اللي ماهيش سهلة، والآلات الطبية هذه ساعات معقدة شوية، ثقيلة في استعمالها. لاحظنا اللي الأولياء يلقاو صعوبة باش يكسيو صغيراتهم هذه الآلات، الصغير ماهوش قابلها. دونك بدينا أمس بيوم تحسيسي للأولياء، تعلموا شوية كيفاش يستعملوا هذوم الآلات. بون سي فري نهار واحد ما يكفيش وصبحية، مي على الأقل شفنا هما صعوباتهم شنوما. حاولنا اليوم زادة باش نعملوا ركزوا على الكوتي فورماسيون تكوين، دونك شفتوا في الحضور أكثريتهم هما أخصائيين العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي، باش نعرفوا معناتها كيما نقولوا احنا كل حاله وشنو هي الآلات اللي تمشي معاها. دونك il y a des difficultés financières, il y a des difficultés sur le plan regard de l'autre. يقول لك البارون نحشم انا باش يبدا صغير يبدا يكون لابس هكا اباري، ولا الصغير لويميم يقول لك انا ما يحبش لاباري يلبسها خاطر يحشم من صحابه. لوبجيكتيف دو سيت جورني سي سورتو لا سونسيبيليزاسيون sur ce sujet de l'appareillage. وحاجتنا اللي خاصة اللي نعملوا الخلية الشراكة ما بين كل الأطراف المتدخلين الأطفال اللي عندهم شلل دماغي، ويكون ثم ان ريزو بلوري ملتي ديسيبلينير بوسك سي زاباري سا كوت تري شير. دونك ولازمهم دي بريز ان شارج او نيفو دو كنام. دونك باش يكونوا معنا ان شاء الله في السيسيون الثانيه باش نتناقشوا حول الموضوع هذايا، ونحاولوا نلقاو دي سوليسيون براتيك pour améliorer la prise en charge des appareillages pour les enfants avec paralysie cérébrale.